بسم الله، توكلنا على الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنعمل قدرة قادر بطريقة بسيطة، هي كيكة سهلة ومغذية. إن شاء الله نمشي خطوة خطوة. أول حاجة دي الكراميل ودي كريم الكراميل. أول حاجة هنحتاج 4 بيضات، معلقة كبيرة فانيليا، ويا ريت تكون سايلة عشان تقضي على زفارة البيض، 2 كوباية لبن، 1/2 كوباية سكر، ¼ كوباية مية، ½ كوباية سكر. دي أول خطوة. مقادير الكيكة: 1/2 كوباية لبن ونص كوباية زيت، 1¼ كوباية سكر، ورشة ملح بسيطة خالص، ومعلقة فانيليا صغيرة، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وكوباية وربع دقيق، ½ كوباية كاكاو أو 3 معالق كبار، وبيضتين. إن شاء الله دي مقادير الكيكة. وقلنا مقادير الكريم كراميل. ان شاء الله نروح على البوتاجاز ونحضر خطوة خطوة. هنروح على البوتاجاز، هنحط السكر، 1/2 كوباية السكر، وعليها 1/4 كوباية المية، ونسيبهم يتكرملوا خالص، ما نقلبش، نقلب بس بالبتاع كده من ايد الطاسة، نقلب فيها. بدأ يغلي، حطينا 1/2 كوباية السكر و1/4 كوباية المية. نكون محضرين صينية، القالب اللي هنحط فيه وحاطينه في قلب صينية، أي صينية ألمونيا، وأي قالب تحطيه يكون صغير شوية تحطيه فيه. أول ما السكر يبدأ ياخد لون، حاولي ما تغمقهوش قوي وما يبقاش فاتح برضو قوي، هنقلب فيه كده من غير معلقة بالإيد الطاسة، ونسيبه يكرمل شوية، يغير ويبقى لونه غامق شوية. ان شاء الله سيبه وارجع لكم تاني. رجعنا تاني، اول ما بدأ يلون حاول ما تغمقهوش قوي عشان ما يمررش، ونقلب، ما نقلبش بمعلقة، نقلب بايد الطاسة. بدأ لونه يبقى زي لون الذهبي كده، حاول ما تغمقهوش، انا حبيت اوري لكم المراحل بتاعته. استنى عليه بس دقيقة كمان واطفي عليه. كده لونه خلاص تمام، هنطفي عليه ونستنى ما يبرد. كده اللون بقى كويس، ان شاء الله ناخده وننزله في القالب. هنزل الكمية كلها، هننزله في القالب اللي احنا هنحط فيه الكيكة. نسيبه يبرد خالص، وندخل على المرحلة التانية. خلاص كده حطناه، ده لونه، حطناه في القالب، والقالب محطوط في صينية. ان شاء الله الخطوة اللي بعدها نعمل الكراميل بقى. اول حاجة هنحط ال4 بيضات، وعليهم الفانيليا، وقلنا الأفضل تكون سايبة عشان هي بتضيع زفرة البيض. وننزل ب1/2 كوباية السكر، 2 كوبايتين اللبن. بسم الله، حط في الخلاط، عندك مضرب ماشي، ونضرب المكونات كويس. هنضربها كويس وارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني بعد ما ضربنا الكراميل كويس بمضرب او خلاط، الموجود عندك اعملي بيه. هننزل يكون القالب ده برد، هننزل عليه بسم الله بالطبقة التانية، وان شاء الله ندخل على الكيك.
رجعنا لكم تاني نعمل الكيكة. أول حاجة هنحط البيض، تاني حاجة الفانيليا، تالت حاجة السكر. ونضربهم كويس في الخلاط أول ما أضرب، وارجع لكم تاني. هنفضل نضرب لحد ما المكون يبيض خالص كده، بقى لونه كويس. هننزل عليه بالزيت، بسم الله، رشة الملح، كوباية، نص كوباية اللبن، ونضربهم تاني كويس. هننزل كوباية وربع دقيق، ومعلقة كبيرة بيكنج باودر، وربع كوباية الكاكاو أو 3 معالق كبار، ونضرب كويس. وده الخليط الكيكة بعد ما ضربناها كويس. هننزل بقى بالمكون ده في الصينية، بسم الله، هنزل الكمية كلها، لأن أسفة أنا اللي بصور، هنزلها كلها وارجع لكم تاني. ورجعنا تاني بعد ما نزلت الكيكة عليها، هنكون غاليين مية، ونكب مية عليها توصل نصها أو فوق نصها بشوية. وما تخافيش خالص، احنا هنحط مكون دلوقتي عشان الصينية ما تسودش. هننزل عليها بربع كوباية خل، الخل هيخليها الصينية تفضل نظيفة وما تسودش. وده شكلها، ان شاء الله ندخلها الفرن ونطلعها وريها لكم. بسم الله، ورجعنا تاني بعد ما طلعت من الفرن، ما شاء الله الصينية ما سودتش ولا اي حاجة عشان ربع كوباية الخل اللي احنا حطيناها. هنستنى اما تبرد ونقلبها سوا ان شاء الله. هنطلعها من الصينية، بسم الله، بسم الله. الكراميل ما شاء الله لونه ذهبي وجميل، ده الشكل النهائي. نقطعها معاكم حتة، هي لسه المفروض نستنى عليها تبرد. بعد ما قطعناها، بسم الله، ده شكلها ما شاء الله. هقطع كمان حتة عشان تشوفوها. ما شاء الله الكراميل اللي ينزل على الكيكة من تحت كده. ويا رب وصفة النهاردة تعجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.